طبعا ركبناه تجريبي بشكل مستوى التراب، بحيث انه يكون تراب كذا مستوى، بحيث نجي اسمنت يكون متوازي. طبعا تجربة هذه نجربه تقريبا، لأن بنقص البيب، هذا البيب نقصه ننزل مستوى بعدين بينزل، نزل خلاص بياخذ مستوى التراب، بعدين يجي السمنت. سهل ان شاء الله. طبعا نسوي كذا شوف المقاس، بحيث انه ناخذ مقاس طلع عندي 1 2 سنت، بحيث انه نقص نحدد بحيث ان المستوى يكون قريب، ناخذ نحدد